عندنا واحد المشكل في الكونجيلاتور، هما يسمى الفريغو، الموتور ديال الفريغو هو ما خدام، خصنا نعرفو دابا واش ياك ماشي المشكل في الترموستات، كيفاش غنعرفو الترموستات واش خدام ولا ما خداماش؟ فيه جوج طرق، جوج طرق باش غتعرف واش خدامة ولا ما خدامة. إلا ما خداماش تبدلها وديك الساعة شوف واش غيخدم. أول حاجة كتحيد هذا الخيوط، دايما خص تعرف فين حيدتي هاد الماغو، وهذا لازم هاد الماغو هو الضو، هو فاز، وهذا نوتر، وهذا لاتير. اول حاجه باش تعرف واش هادي خدامه ولا ما خداماش، اول حاجه تسيركوي هاد جوج، هاد جوج تسيركويهم، دير ليهم سيركوي شي حاجه شي سلك، سيركويهم ودير ليه الضو، دير تخدم الموتور، تكرونشي البريز. ديما خص تكون على بال ما ديرش الضو الموتور الا انت بغيتي دير العمليه. اول حاجه تحيد الضو وعاد تبدا على بركه الله. كتسيركو هاد جوج، ماشي هذا لا تير، لا هاد جوج دير لهم القفله سيركويهم ودير الضو. الا خدام الموتور راه هادي خاسره، هادي اول حاجه باش تعرف هادي. الا ما عندك هذا افوميتر تيستر، الا ما عندك هذا غدير هاد العمليه، دير السيركوي لهادو ودير البريز. الا خدام راه هادي تبدلها، الا ما خدامه الا ما خدام الموتور عندك المشكل في شي بلاصه اخرى. ثاني حاجة دير هذا ودير سيركوي، سمعت؟ حنا دابا نسيركوي الفاز والنوتر. إلا كيعطي الصفرة طبعا خص الفريغو يكون طافي تقريبا نص ساعة ولا ساعة، طافي خاسر، ما خدام، ما بارد. على خاطرش إلا بارد هذا ما يسيركويش. نجربوه إلا دار لينا سيركوي صوني راه هادي مزيانة، سمعتوها؟ هادي ما فيها مشكل، هادي مزيانة خدامة أمارش. هي اش غنديرو؟ نردو الخيوط للبلاصتها. هذا حيدناه من هاد الجهة، الفاس والنوتر من هاد الجهة، ولا طير له هو الفوق، ولا طير الحيزة تحت. هادو دابا ما فيه المشكل عندنا، مشكل ما كاين هنا. دايما تحاول ما سير تركب، الا قلتي غتحيدها كاع من جوج فيسات وتخرجها لبرا. الا خاسره غتبدلها ديريكت وتجيب جديده وتركبها. هادي اول حاجه. حنا دابا باش نعرفو واش هادي خدامه ولا ما خداماش، هادي طفينا فيها المسائل ديالها. ها حاجه، السلام عليكم.